ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أفادت السلطات المحلية لإقليم تاونات أن 5 أشخاص لقوا مصرعهم، فيما أصيب 37 آخرون من بينهم 4 حالات بليغة، وذلك إثر حادثة سير وقعت يوم الأربعاء 7 غشت 2019 على الطريق الوطنية رقم 8، نجمت عن انقلاب حافلة لنقل المسافرين وسقوطها من أعلى قنطرة على مستوى جماعة الزريزر دائرة تاونات. وقد انتقلت إلى عين المكان السلطات الإقليمية والمحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية، حيث تم نقل المصابين إلى كل من المركز الاستشفائي الجامعي بفاس والمستشفى الإقليمي بتاونات، وذلك لتلقي العلاجات الضرورية. هذا وقد تم فتح بحثنا من طرف السلطات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادثة. أشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية. حق ما أني دابا لأن